يعني مو غريبة على ابن العرب، وخاصة من يكون ضابط الجيش العراقي ما قمت به باسمي وباسم الوزارة ورئاسة الأركان وكل وزارة الدفاع. نشكرك على الأداء الرائع والحفاظ على الأمانة، وهذا جزء من أخلاق الشخص بغض النظر وين يكون. لكن عندما يكون ضابط ويتصرف بهذا التصرف، أكيد من القائد العام نزولا مرورا بالوزير وإلى أصغر جندي يعتز بك. فشكرا جزيلا لك على هذا الموقف، وأكيد تعكس صورة أمرك المباشر وصورة قائدك وصورة وزيرك وصورة القائد العام. عفية عليك، وإن شاء الله إحنا نقوم لك بكل ما ضمن الصلاحية ونستعين بالصلاحيات الأخرى. أنا ما كاتب الرئيس الجمهوري أي شيء والله، أول كتاب راح يكون كتابك تكريما للموقف. الله يديك سيدي. يا مرحبا.